اليوم كلنا أنظارنا اتجهت إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي تستضيف القمة العربية في نسختها 29 في مدينة الظهران. طبعا هالقمة اللي تنعقد في ظروف استثنائية من كل القمم اللي انعقدت في الفترة الأخيرة، خصوصا المشاكل العربية واللي صار مؤخرا في وايد دول عربية، منها الضربة الجوية اللي قامت فيها 3 دول في سوريا ضد نظام الأسد، ومنها الأحداث الجارية في اليمن والعراق ولبنان وغيرها. طبعا في كلمة خلال القمة طالب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد المفدى الله يحفظه، طالب المجتمع الدولي دور أكبر لفرض وتنفيذ قراراته وإحياء الأجواء الإيجابية اللي تتيح الفرص لإنجاح التسويات السياسية للقضايا والأزمات العربية والإقليمية وإيقاف التدخلات الخارجية. جلالة الملك المفدى أيضا جدد خلال القمة على عدة نقاط، أبرزها الموقف الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، وأكد أن رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة للقمة في هذه المرحلة المهمة راح يعود على جميع دولنا بالخير، وهو اللي راح يجعلها قادرة على المضي قدما نحو تعزيز العمل المشترك وصون الأمن القومي العربي. طبعا عشان نعرف أكثر عن القمة العربية وشنو انعكاساتها على الوضع العربي، معنا على الخط الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للدراسات الأمنية والاستراتيجية. دكتور مساك الله بالخير، ودنا نعرف. مساء النور. يا مرحبا فيك. ودنا نعرف انعكاسات البيان الختامي اليوم للقمة العربية اللي تناول قضايا عربية مهمة صار لها فترة طويلة، مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن، في ظل أن المملكة العربية السعودية تسلمت رئاسة هالدورة من القمة العربية. ما في شك أن الشعب العربي، أولا مساء الخير لك ولمستمعينك في كل مكان، ما في شك أن الشعب العربي سعيد بأن يطلق على هذه القمة قمة القدس. فالقدس تعيش في قلوب كل العرب والمسلمين وأهميتها، ولذلك تأكيد الزعامات العربية اليوم على هذا وإطلاق دعوة الملك سلمان بأن تكون قمة الظهران هي قمة القدس، ما في شك أنها أكدت الالتزام العربي والإسلامي بالقدس، والتأكيد على أنها عروبتها وحق الشعب الفلسطيني فيها. القرارات الحقيقة جاءت قرارات يعني إجمالية متميزة، يعني تناولت كثير من القضايا المهمة، سواء إذا أخذنا في تطرق خطاب الملك سلمان اليوم الصباح بالنسبة لإيران على سبيل المثال، وذكر 3 قضايا مهمة في خطابه في هذا الجانب. ذكر إيران ودولها في دعم الحوثيين بالصواريخ وعدم مشروعية ذلك، ذكر استخدامها للبعد الطائفي، وذكر دعمها للإرهاب، وهذه 3 قضايا مهمة. وجاء البيان الختامي ليؤكد أننا نريد أن نكون مع إيران تحترم الجوار وتحترم القرارات الدولية وأن لا تتدخل في الشأن الداخلي العربي. يعني بالتأكيد بقية المواضيع سواء بالنسبة لليمن وأهمية قوات التحالف ومشروعيتها لدعم الشرعية وإعادتها، يعني قضية في منتهى الأهمية. أيضا في سوريا جاء التأكيد واضح وبشكل صريح على مقررات قمة جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، لأنه جنيف 1 هو يؤكد على أنه لا مكان للأسد، وانتقال السلطة يتم من خلال البدء المباشر في التفاوض في هذا الجانب. أيضا إصلاح الجامعة العربية وهي بيت العرب، ويحتاج هذا الأمر إلى جهد وإلى عمل يعني كبير ومدروس يعني بالمقابل. احترام يعني يمكن ما تحضرني أمامي كلها معظم البيان الختامي الآن، لكن على كل النقاط فيما يتعلق بعروبة اليمن ووحدته وعدم تقسيمه، هذه كانت يعني قضية مهمة وإشارة من أولويات أصحاب الجلالة والسمو والزعماء قادة الدول العربية في هذا الجانب. دكتور، يعني البيان أيضا شدد على موضوع القضية الفلسطينية والقدس، وكانت هي محور الحديث في هذه القمة. شنو الأسباب اللي أدت إلى عودة القضية الفلسطينية على رأس الأولويات من جديد في ظل كل ما تمر فيه المنطقة من أزمات؟ على كل، هو يعني مع الأسف الشديد في الفترة الأخيرة كان هنالك بعض مزايدات ومساومات، بمعنى أنه قد يكون هنالك قبول يعني بالقرار الأمريكي فيما يتعلق بنقل العاصمة إلى بنقل السفارة إلى القدس، أو أيضا نوع من التجاهل بعض الادعاءات الإعلامية. جاء هذا البيان ليؤكد أن الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير، والالتزام، ولذلك أيضا يعني من ناحية الدعم الملك سلمان الله يحفظه
أمر بأن يكون الدعم من 7 ملايين ونصف دولار شهريا إلى 20 مليون دولار، وأيضا 200 مليون دولار أخرى إما عبر الأمم المتحدة أو عبر دعم الوقف الإسلامي يعني في القدس. وهذه كلها تأكيدات على الالتزامات المهمة بلا شك. يعني جاءت حتى تؤكد هذا بلا شك. لذلك يعني الأمن العربي الإقليمي مهم جدا، والعمل المشترك فيه راح يكون أولويات. الالتفاف حول القضايا وإيجاد مواقف مشتركة واضحة مهمة. نحن نعلم أيضا هنالك موقف سياسي أمريكي مهم جدا فيما يتعلق بالتعامل مع الملف النووي الإيراني، وهذا سوف يكون يعني مهم جدا أن يكون هنالك تعاون وثيق بين الدول العربية وبالذات الخليجية فيما يتعلق يعني بهذا الملف وتطوراته. أنه الرئيس الأمريكي بتاريخ 12 مايو تنتهي مهلة الستة أشهر، ويجب أن يقرر إما أن يكون هنالك فرض عقوبات مثل ما كانت موجودة في السابق، أو أن يلغي هذا الاتفاق أو ينسحب منه، فإما يكون الموقف في الانسحاب أو تجميده. وجميع هذه تتطلب مواقف موحدة وتعامل يعني موحد مع هذه المواقف. بلا شك بلا شك. دكتور، في ظل الضربة الأخيرة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا على سوريا ردا على الهجمات الكيميائية في سوريا، هل راح تتغير المعادلة في هالبلد الجريح وممكن نشوف فرصة أمل لحل الأزمة؟ والله أنا اعتقادي إن هي كانت رسالة قوية، رسالة قوية يعني لبشار الأسد وزمرته، رسالة قوية لإيران وتدخلها في الشأن السوري، ورسالة قوية أيضا لروسيا. يعني في هذه المرة هذه ثلاث دول أطلقت على مواقع محددة، هذه المواقع تحمل تهديد مباشر ووضع إنساني شديد جدا بعد ما شفنا اللي تأثير الاستخدام الكيميائي اللي حصل. وأيضا هنالك شروط إضافية أخرى اعتقادي سوف يعلن عنها قريبا، بما فيها عدم استخدام قوات بشار الأسد للطيران. يعني في شروط أيضا إضافية أخرى الآن بعد هذه الضربة سوف نشهدها على الأرض الواقع، وسوف يكون لها دور مهم جدا في الفرض للجلوس لمفاوضة سياسية حقيقية، لأن البيان أيضا أكد بأن السلم والسلام هو الخيار الاستراتيجي للدول، وأنها ليست لا تسعى إلى حروب ولا تريد حروب في المنطقة، ولكن إذا اضطرت فلا حول ولا قوة. لكن اعتقادي بعد هذه الضربة المحددة لمواقع محددة أرسلت الرسالة الواضحة التي تؤيد الذهاب إلى مفاوضات سياسية. صحيح. دكتور، البيان والقمة العربية لم يتطرق لموضوع الإرهاب القطري ودعم قطر للإرهاب، برأيك ما هي الأسباب رغم أنها من القضايا العربية؟ صحيح، ربما حكمة القادة الخليجيين رأوا أن يكون هذا شأن خليجي يناقش في البيت الخليجي. صحيح. يعني هنالك وساطة كويتية سابقة وهنالك مجال لكثير من المفاهمات، وكنا يعني نتمنى يعني إن شاء الله، وما زلت يعني أنا من المؤملين أن تعود قطر إلى البيت الخليجي وتتراجع عن كثير من مواقفها التي أدت إلى هذا الوضع، لأنه في نهاية المطاف الشعب القطري بغض النظر عن من يحكم أنه موجود يظل شعب من الخليج، ويربطه أواصر صلة ورحم وعلاقة وشائج قربة كثيرة. صحيح. نعم، وشائج قربة بدون أدنى شك. يعني مع الأسف حينما يعني يخطئ القادة السياسيين تتحمل شعوب يعني هذه النتيجة، ولكن أنا ما زلت يعني على يعني قناعة بإذن الله بأن البيت الخليجي قادر أن يحتوي أي نوع من الإشكاليات، ونعود لاتفاق الرياض في 17 نوفمبر 2014 إن شاء الله، والاتفاق الذي وقع في ذلك الوقت يتم الالتزام به، ويعني تعود المياه إلى مجاريها إذا الله أراد. يعطيك العافية الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للدراسات الأمنية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.